السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السمكة اللي قدامنا دي هي نوع من أنواع سمك المارلين، واللي بينقسم إلى حوالي 10 أنواع أساسية. سمكة المارلين بيوصل طولها 4 متر و20 سنتي، وبيوصل وزنها ل 190 كيلو جرام. وبتتغذى سمكة المارلين على أسماك السردين وأسماك التونة، وبتسبح بسرعة تصل إلى 111 كيلو متر في الساعة، وبتتواجد في المحيط الهادي وهو موطنها الأساسي، وهي من أسرع الكائنات الموجودة في البحار والمحيطات. وتتميز أسماك المارلين بزعنفة ظهرية مثل الشراع، وجسم مدبب طويل يمتد من فكها العلوي تستخدمه في صيد الأسماك.